بلوحاته أشياء بقيت بذاكرة الفنان. طبعا ضيفنا لا يهتم بالتفاصيل التي لا يراها مبررة بما تضيفه إلى مشهد أغنى بما ضم من محتويات جميلة، مظهرا باللون الأثر الإنساني للزمن بلوحاته. تكريما لمسيرة بدأت بستينات القرن الماضي وتركت بصمتها بعالم الفن التشكيلي، أقيم في المركز الثقافي العربي معرضا وندوة تناولت تجربة خاصة بهذا المجال بحضور عدد من المختصين والنقاد. واليوم الفنان التشكيلي الأستاذ نشأت الزعبي والناقد الأستاذ سعد القاسم بصباحنا غير. يسعد صباحكم أساتذة وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. سعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم عن جديد. طبعا استاذ نشأت، خلينا نحكي يعني بعد تخرجك من كليه الفنون الجميله عام 64، طبعا تجربه غنيه كانت محط انظار المختصين، تحكي لنا عن هي التجربه. والله هو بدي استاذنك، تجربتي بدات قبل التخرج. قبل التخرج انا تجربتي بدات بالخمسينات، 56 تماما، 1956، عبر تأسيس حلقة فنية في حماة وأقامت أول معارضها في بيت مؤسسها، وبعدين أقامت معارضين، وكنت شارك بالمعارض الدولة قبل التخرج. بعد التخرج طبعا ترسخت عندي خطوط عريضة لتجربتي. أنا ما بحتفي كثير بمظاهر الأشكال، كثير تأثر باللون، كثير بدور على انه عبر عن حقائق الحقائق الشعوريه اللي بتعملها الاشياء في ذاتي. لذلك بترك حالي على سجيتها مستسلما للانفعال البديعي اللي انا بتولد في داخلي، وبعدين بعد ما بفرغ الحموله في عندي بس برجع للوحة بمعالجات نقدية، بختار بعدل هون بغير هون، المهم بالنهاية اللوحة بتطلع يعني بتطلع أنا كيف بشوف الطبيعة، كيف بتفاعل مع الأشياء اللي موجودة فيها، كيف بتفاعل مع الأحداث. بترك المنطق والأستاذية مع جناب مشان أحصل على الإحساس الصافي الدقيق. نعم. الصادق. نعم سيد سعد صباح الخير. سعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي يمكن يعني بعد سنوات من التجربة بالفن، خلينا نحكي يمكن اليوم هي التجربة قديش يمكن بتعكس للإنسان خلفية كتير رائعة، قديش الفن هو يمكن بيتجدد وبيكبر مع الإنسان يوم بعد يوم. الأستاذ نشأت حكى باختصار كثير عن تجربته، وهو أحد أسباب أنه تجربة الأستاذ نشأت ما أخذت حقها الإعلامي هو تواضعه وابتعاده عن الحديث عن التجربة. وشخصيته كثير، إضافة أنه شخصية محببة ولطيفة وإنسانية ومحبة، هو كثير متواضع ومقتصد في الحديث عن تجربته. هو أعطاك خطوط عامة للتجربة، هي مثل ما قلت ب 56 بمصر، درس سنة بمصر كان أكثر تميز فيها بين طلاب درسوا هناك بشهادة الأساتذة الكبار المصريين. اضطر لأسباب عائلية بسبب مرض والده أنه يرجع سوريا، فخسر سنة دراسة بمصر ودخل على كلية فنون جميلة. تخرج سنة 64 كواحد من أهم خريجين كلية فنون جميلة. نعم. وتابع تجربة تشكيلية، هي حاليا في مقدمة أو في الصف الأول من التجارب التشكيلية السورية. هذا حكي ما هو مجامل أبداً، بس انت في سببين هن انه نحن ما كثير بنعرف عن نشأة الزعبي او ما بنعرف كما ينبغي او كما يجب. السبب الاول انه هو ابتعاده عن الاضواء بطبيعته، والسبب الثاني انه 20 سنه هو كان بعيد عن سوريا نفسها، طلع اشتغل بالكويت بس سوريا ما كانت بعيده عنه، يعني هي ظلت موجوده باعماله، ظل في الرؤيه المتطوره له يعني الواقعيه الخاصه بنشأة الزعبي. نشأة الزعبي ما هو فنان واقعي بالمعنى الفوتوغرافي او التوثيقي انه هو حريص انه يجيب الشبه ويسجل، لا، هو فنان واقعي مثل ما كان عم يحكي قبل شوي الاستاذ نشأت. هو بيعيد انتاج المشهد من خلال مشاعره، من خلال رؤيته، والمشاهد اللي اصلا هي مرتبطه بطفولته، حارته القديمه بحماه، بيته القديم اللي هدموه الفرنسيين اثناء غاره بسنه 45،
وعمره 6 سنين، بتذكر تفاصيله دائما تبقى موجوده بلوحاته. حمام السوق بالمنطقه بحماه القديمه اللي كان مشروع تخرجه، والطبيعه السوريه الموجوده والمراه اللي دائما موجوده عنده بشكلها الانساني الراقي، بشكلها اللي بيعبر عن كل الرموز الجميله في بلدنا. هاي الاشياء دائما موجوده بلوحه نشأة زابي ضمن بناء خاص فيه كثير، بتغلب عليه جو لوني ايضا هو بيميز له، وهو بالتالي صار مدرسه بالنسبه لكثيرين من الفنانين اللي اجوا بعده. من هيك نحن بنوصفه بمجالسنا الضيقه، بنقول الفنان المعلم نشأة زابي، مثل ما حكينا عن فنانين ثانيين اللي هن بجيله وهن بيسوي تجربته، مثل الفنان المعلم نياز زيات الله بده عمره، والفنان المعلم نزير نبع الله يرحمه. نعم، كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة بالمكان ورصدت لنا الأجواء للوقفة التكريمية، رح نروح نشوفها ونرجع نتابع حديثنا. استاذ نشأت نقاد وفنانين مثل ما شفنا اجتمعوا يمكن لحتى يعبروا عن محبتهم لك، ولا حتى يمكن يقدروا هيدا المجهود والموهبه والفن، قديش مهمه هي الحاله وقديش حلو انه نحن نكون حد بعض وملتمين حوالين بعض، ندعم بعض ويمكن نستمد خبره من قامه مهمه. الله يخليكي، والله هو يعني التكريم كان نافذة للهواء النقي، خاصة أن سوريا اليوم عم تتعافى، وكان كثير مهم جو المحبة اللي ساد التكريم. أنا كثير سعيد بالتكريم، وكثير سعيد أنه تجربتي في متناول أصدقائي لي وزملاء جايين بعدي، وبعتقد كل اللي اجتمعوا مثل ما تفضل الأستاذ سعد كانوا واعيين تجربتي تماما بالعمق. كثير بيعني لي هالشيء، وكثير مهم انه نلتقي هيك لقاءات ونكرم اللي المبدعين على الاقل في حياتهم مو بعد مماتهم. صح، وفي يعني زملائي اللي سبقوني، نحن عندنا بسوريا في شيء مهم جدا لازم نحكيه، يعني عندنا فنانين ترقى الى المستوى العالمي اكيد. صحيح. انا وقت اللي بطلع على اعمال مثلا مونش بلاقي اي قطعه ورق رسمها بالزمانات محفوظه ومطبوعه، وين مكان وجودها وشو تعليقات الكتاب والنقاد عليها. نحن بحاجه الى متحف فن، متحف للفن الحديث، نحفظ اعمال الفنانين الكبار اللي ما بيقلوا عن الفنانين العالميين ابدا، مثل فاتح مدغس، مثل الياس زيات، مثل نزير نبعه، ادم اسماعيل، ومحمود حماد. نعم. يعني خاف كون نسيت بعض الاسماء. استاذ سعد، لكن خلينا نحكي، كنا عم نحكي عن اهميه وجود هي الحاله المختصين مع مثل ما قلت انت معلم الفن التشكيلي، هل يمكن ان تعتبر كمان تجربه سيد نشأة تجربه تدرس، خاصه انه نحن هلا ف7 سنين كثير عم نلاقي مواهب عم تعمل معارض فن تشكيلي، ويمكن كثير بحاجه فعلا انه يستمعوا لملاحظاتكم، وانتم خاصه خبيرين وضالعين بهذا المجال. بالنسبة للتكريم، الدكتور محمد غنوم استعمل جملة كانت كثير مناسبة،
قال الأستاذ نشأت أنه حاليا هو بيدرس بكلية العمارة في جامعة دمشق، وأتبع بالقول أنه كسبته كلية العمارة وخسرته كلية فنون جميلة. الأستاذ نشأت بالأصل هو فنان واقعي ومتمكن، بخياره الشخصي ابتعد عن استعراض إمكانياته بالرسم بالتلوين، يعني اختار أن يكون هو فنان يكون في روح بلوحته. طبعا هو تجربة لما أقول فنان معلم أنا كثير يعني حريص على التعبير، الفنان معلم مو كل مين بيدرس بكلية الفنون الجميلة أو بسواها، إنما هو الفنان اللي عنده تجربة ممكن نتعلم منها الآخرين، والأستاذ نشأت عنده هي الحالة، عنده التجربة مثل الأسماء الثانية اللي عديناها، يعني اللي عدى الأستاذ نشأت واللي عديت أنا. الحالة اللي صارت بالتكريم أهميتها أنه نحن هذا اعتراف، اعتراف مو من جهة رسمية، وهذا شيء كتير مهم، لأنه نحن السنة الماضية صار في مجموعة مبادرات هي من الفنانين التشكيليين، بدأت بتكريم الأستاذ إلياس زيات، مجموعة فنانين حوالي 10 عملوا احتفالية، بعدين تم بالمركز الثقافي العربي تكريم الأستاذ مروان شاهين والأستاذ جورج عشي والفنان ممتاز بحرة أثناء حياته، وهلأ في تكريم الأستاذ نشأت. المبادرة تكريم الأستاذ نشأت إجت من الأستاذ موفق مخول، فنان تشكيلي القدير والمحب والنشيط، وكانت بمساعدة هامة من السيدة رباب أحمد مديرة في المركز الثقافي العربي، ومشاركة كتير هامة من الدكتور عبد الكريم فرج والدكتور محمد غنوم اللي مع الأستاذ موفق مخول، هم كانوا متحدثين بالندوة. الأهم بالندوة هذا الشيء يمكن ما يقدر التقرير يظهره، هي فعلا روح المحبة اللي كانت موجودة فيها، كان في كتير عفوية، في كتير بساطة، وفي رصانة بالوقت ذاته أن احنا عم نتعامل مع حالة، في نوع من التكريم المختلف عم نشوف حاليا نحن بدراما مثلا، يعني لو كل صاحب مطعم بيعمل حفلة عشاء بيجيب الناس وبيعطيهم دروع بلاستيك انه يكرمون، هون في تكريم معنوي ضمنا تكريم للتجربة، يعني كان مرافق الندوة معرض فيه 20 فنان شاركوا كتحية، وسبق الندوة عرض فيلم لمجموعة كبيرة من أعمال الأستاذ نشاط، يعني نحن عم بنكرم بآن واحد المبدع وإبداعه. هي الحالة الميزة انه هلا صار عم يقوم فيها الفنانين اضافة لتكريم الدولة، يعني الدولة او سمة اسحقاق انعطت جائزة الدولة التقديرية، حتى هاي السنة صارت ممنوحة لثلاث فنانين تشكيليين كبار. هاي الظاهرة التكريم هي مثل ما هي حفظ تراثنا الحديث، ومن هيك الشيء اللي قاله الاستاذ نشأت هو موضوع متعب فن الحديث، هو موضوع ملح، ويمكن شيء بيسعدنا انه الدولة يعني بسوياتها مؤمنة بهالموضوع، وإن شاء الله عم ننتظر يعني الوقت المناسب للبلد تعافى البلد من الحرب، من الحرب اللي عليها، ونقدر يكون هذا، لأنه هو فعلا راح يتيح للأجيال الثانية يشوفوا إرث فني رائع جدا ومتطور جدا. نعم سيد نشأت، حضرتك من المؤسسين لنقابة الفنانين وأيضا اتحاد الفنانين التشكيليين العرب، خلينا نحكي دورك بهذا المجال. يعني أنا من ضمن الفريق كنت، أنا انتخبت نائب للنقيب في أول مجلس منتخب للنقابة، طبعا هن اللي طلبوا مني رشحت حالي. المهم كان في دور للنقابة عن تأسيسها أنه تجمع المواهب وتطلق يعني تطلق مبادراتهم في معارض في ترعاهم، ومن النتائج المهمة للنقابة دعوة لتشكيل اتحاد للفنانين التشكيليين العرب. أنا كنت كمان من الفريق اللي مثل سوريا بهذا التأسيس بالسبعينات أظن، وطلع الاتحاد الفنانين التشكيليين العرب، ولا حاليا يعني يقتصر نشاطه على القطر السوري بس. كنا بنتأمل أن تكون الحركة عامة في جميع الوطن العربي، لكن ظروف الوطن العربي شاءت أنه تنحصر وتصير كل قطر ضمن حدوده. نعم سيدة سعد، خلينا نحكي بعين ناقدة، كيف تشوف تجربة الفنانة نشأت، وأيضا كيف ممكن تقول للمشاهدين هذا الأثر الجميل اللي أغنته هي التجربة الفنية؟ الأستاذ نشأت هو بالأصل يعني من فترة كتير مبكرة بحياته بدأ يرسم، يعني موهبته قدر عبر عنها بوقت كتير باكر، مثل ما قلت هو في شيء انحفظ بذاكرته البصرية
مشهد البيت اللي تهدم دمر وهو عمره 6 سنين ومع ذلك هو موجود حد هلا بلوحاته بتفاصيل يعاد صياغتها بشكل كتير جميل وأنيق ومتجدد كل مرة. تفاصيل مكان يعني. تفاصيل المكان، تفاصيل موجودة في المكان. طبعا هذا أيضا بينطبق على الطبيعة اللي كان دائما بين له. هو دائما يعني الأستاذ نشأت في عنده كلمة كتير جميلة، بيقول أنا فنان سوري، يعني بالآخر أنا برسم محيطي، برسم بس ما برسمها بالمنطق السياحي، يعني هو ما له دليل سياحي، هو عم بيعمل لوحة إبداعية فيها كتير خبرة متراكمة ومستمرة وفيها بالأصل موهبة كانت بالأصل متطورة. الأشياء الأهم بلوحة الأستاذ نشأت أنه هي لوحة غنية كتير، يعني إذا بنستعمل تعبير أدبي بتحكي كتير، يعني بتلاقي أنه في عندك كتير حكاية فيها، فيها كتير قصص، فيها كتير تفاصيل، بس بنفس الوقت فيها كتير تناغم، وتناغم فيه محبة. يعني كنا نقول نحن ودائما بنقولها أنه لوحة نشأة زعبي بتشبه شخصيا، فيها محبة، فيها صفاء، فيها نقاء، فيها سلام داخلي، وفيها الحزن العميق اللي هو العلاقة بطفولته ونشأته والأشياء اللي عاشها بطفولته، فقدان بيته، فقدان أمه المبكر، مرض والده اللي اضطروا يجي لهون. هاي الشيء التجربة كانت واضحة تماما لما كان بمصر، يعني الأساتذة المصريين الكبار كانوا ملاحظينها، كانوا يشعروا. وهو السنة اللي قعدها بمصر كانت علاماته بالامتياز الشرف، لما رجع سوريا قدر يعمل انه شخصيا يعني في عنا شيء اسمه لوحة نشأة الزابية اللي ما في شيء بيشبهها قبلها. نعم. وفي كتير شيء بيشبهها بعدها، يعني في كتيرين فنانين بيقول لك اني انا تأثرت بنشأة الزابية، انا عم برسم هذا العالم، البيئة السورية بمحليتها الجميلة اللي مرتبطة مع خصوصيته هو كفنان. ودائما بنلاقيها نحن بحالات مع تكرار لوحات مع وحدة اسلوب ما بنشعر بلحظة من اللحظات انه في شيء عم بتكرر، دائما في تجدد بهذه الحالة. نعم. الله يطولنا بعمرك استاذ نشأت، وهيك خلينا الفن الجميل ويتناقلوه الاجيال يوم بعد يوم. شكرا كثير لحضورك استاذ سعد، واهلا وسهلا فيكم. شكرا. شكرا لوجودكم معنا، واكيد يمكن نقطه تحسب ايضا لسوريا انه التكريم يتم، وان شاء الله هيك على قيد الحياه الاستاذ نشأت، وان شاء الله دائما اعمالك هي بتكون بصمه بذاكره كل محبي الفن التشكيلي وتجربه غنيه لهم. شكرا لوجودكم معنا. شكرا كثير لكم. اما لمشاهدينا